في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية تقع ولاية جورجيا، والتي تلعب عادة دوراً رئيسياً في تقرير مصير الانتخابات الرئاسية وفي السيطرة على الكونغرس. البنية السياسية للولاية أظهرت في آخر دورتين انتخابيتين انقساماً عمودياً حاداً في التوجهات، إذ صبت أبرز مدنها كالعاصمة أتلانتا وأوغوستا وكولومبوس وسافانا صبوا جميعاً لصالح الديمقراطيين، في حين أن سكان الضواحي وسكان المناطق الريفية حافظوا بدورهم على توجهاتهم الجمهورية. هذا الانقسام السياسي ينبع إلى حد كبير من التنوع العرقي للولاية، حيث تبلغ نسبة السكان البيض 40% من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 11,100,000 نسمة. ونرى أن العاصمة أتلانتا مثلاً التي يبلغ عدد سكانها 500,000 تصل فيها نسبة الأقليات إلى نحو 60%، يتوزعون على 52% من أصل إفريقي و 5% من الأسيويين. ولاية الخوخ كما يطلق عليها كانت واحدة من الولايات التي أعلنت انفصالها عن الولايات المتحدة قبيل الحرب الأهلية في العام 1861، قبل أن تعود إلى الاتحاد في منتصف العام 1870 بعد هزيمة الجنوب في الحرب الأهلية. أما اليوم فتعتبر جورجيا واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في البلاد. دخلها الإجمالي تخطى في العام 2023 $800 مليار سنوية، ووضعها للمرة الأولى في المرتبة الثامنة في ترتيب أقوى الولايات الأمريكية اقتصادياً، وهي الأسرع نمواً. يعود الفضل في ثراء هذه الولاية إلى استضافتها لمقار أبرز شركات العالم كوكا كولا ودلتا وأفلك للتأمين، في حين أن مطارها الرئيسي أي مطار هارتسفيل جاكسون الدولي يعتبر من بين الأكثر ازدحاما في العالم، ويمر خلاله سنوياً أكثر من 100,000,000 مسافر.